فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سبق لنا أن الحركة اليسيرة في الصلاة أنها لا تؤثر، يقول: فهل حمل الصبي يكون جائزا في صلاة النافلة والفريضة؟ نعم نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته بنت أبي العاص بن الربيع، كان يحملها معه ويرفعها إذا قام ويضعها إذا سجد، حركة يسيرة ولحاجة لا بأس. نعم.